من اسئله من اكراهات كشرحوا الاكراهات ديال تنزيل البرنامج الحكومي. وفقنا الله واياكم بما فيه الخير للبلاد والعباد تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اقول اعملوا فسير الله عملكم المؤمنين ورسوله صدق الله العظيم. والسلام عليكم. أكيد نشكر فاعل السياسي وممثل عجائب كما اختبر عليه البرنامج السياسي زول التي تحمل هموم هذه الجهة، هموم قضايا ساكنة خصوصا النساء لهذه الجهة، نشكر قضايا ساكنة خصوصا النساء لهذه الجهة، نشكر على الصوت الصريح الذي يعبر عن مكانة المرأة في تنمية هذه الجهة وعن قضايا المرأة. الآن أعطي الكلمة لممثل رئيس غرفة الفلاحة بجهة كبيرة خيبرا السيد رياض الذي سيستعرض محاور هذا اللقاء بكيفية خاصة فليتفضل. مشكور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد معالي الوزير، السيدة الرئيسة، السيد المنسق الجهوي، خواتي المرأة القروية، وكنرحب بكم في المؤسسة ديالكم هي الغرفة الفلاحية، وكنقدر المرأة القروية في الجهة ديالنا. أنا ربما غادي نتحدث خاصة على القطاع الفلاحي، يعني كنو بذلك رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية. غادي نهضر واحد الشق اللي تيهمكم بزاف هو الشق السياسي. وكنهضر بالشق السياسي، الشق السياسي المهني. فسيد معالي الوزير، تنعرفوا جميع بأن القطاع الفلاحي واحد النسبة كبيرة من العمال فيه هما عاملين فلاحيين. المرأة القروية ربما هي الأساس، هي أهم أساس للسيرورة ديال هذا القطاع الفلاحي. وإلا تلاقينا مع أي مستثمر فلاحي وطرح ليه سؤال، تقول له واش من الأحسن لك أنك يكون عندك عمال ذكور فلاحيين أو لا؟ الناس كتقول لك المرأة القروية هي مرأة ملتزمة، مرأة اللي ما كتهضرش، إذا المرأة مسؤولة. ولكن كاين واحد الاقصاء لهذه المرأة القروية في هذه الميادين المهنية. حنا اليوم في الغرفة الفلاحية ربما عندنا الحظ أنه ولا عندنا واحد، حنا تقريبا 64 عضو مباشر، يعني 64 منتخب اللي كيتم تصويت عليه بطريقة مباشرة. عندنا 6 ديال العضوات معنا، ولكن عندنا 3 ديال العضوات اللي دازوا في المباشر، يعني خذوا غمار الانتخابات مع العنصر الذكري، فهمتي؟ يعني واخا ميدان فلاحي عندنا 3 العضوات اللي دازوا بالمباشر، وانا كنحييهم اخت سعديه اخت سودا، يعني دخلوا الغمار وربحوا مزيان. والاخت مريم محتاته، يعني والاخت مريم محتاته راها رئيسه وبرلمانيه وبالمباشر، يعني هذا افتخار العنصر النسبي وليس الرئيس. حنا كحكومه حاليا ملي كنجي نشوفوا اللوائح ديال الفلاحه والفلاحه ديال الحيطات ما كنصيبوش العنصر النسبي. اذا هذا اقصاء منا الحكومه اللي دازت، ربما هذا خطا علما ان نتدارك في اطار يعني اللوائح الجديده ديال العام الانتخابات. وهذا غيفتح لكم انتم المشهد، لان ملي غادي تعودوا لان انتم راكم نص اللي كاين، ربما هاد الغرفه خاص يكون فيها النص ديال العيالات، مابقاش. وكنحييكم لان الحمد لله انتم القاعه عامره، بنيتي تقريبا القاعه ديال 300 ديال المقاعد، وشوف كاين الانتظار وما كاينش الهضره، وحنا ملي كنكونوا ذكور تكون غوط الحر ما عندنا هنا، يعني افتخار لنا. المنظمات يعني ما يمكن الا ان نزيدوا بالبلاد قدام. وربما سمع الوزير بانك باش شويه هذا اللقاء ندير فيه شويه ديال، بما اننا حكومه وعندنا بعد نظر، كنا كنهضروا بزاف على مقاربه النوع دوك لي كوطا، يعني واش 30%. انا تبان لي السيد الرئيس بان احنا ذكور ربما حطوا مع الحساب 50%، لان جي وقت ولا اكثر منا باش تفهموا مزيان.
جميع المؤسسات التعليميه العليا، مؤسسات ديال الطب، مؤسسات ديال البحث الزراعي، كنلقاو فيها 80% ديال العنصر النسوي. يعني واخا وقتكم جاي الله يخليكم ديروا معنا 50% وطب حاضرين حتى نبقاو معاكم. هادي من وقتكم ديال حاولوا علينا خاصو نحطو معاهم الحساب هذا المشكل. وهذا لا دابا خاصنا ندير معاكم مزيان يفولو فيريفي ماشي نقولو لا انا غنجيكم من بعض التجارب اللي درنا حنا كغرفة ماشي نهضر بالفلام على المرأة القروية أو لا على المرأة بصفة عامة أولا أنني رحت